عملية الشحن السكراب تشارجنج بتبدأ أول حاجة بترفع إيه؟ واحد بترفع الروف raised دي حاجة وبعد كده and الالكترود طبعا الالكترود الاثنين ترفعهم وبعدين تعمل عملية swung out. swung out ان انت تلفهم طبعا تبعدهم عن فوهة الفرن. يعني عندنا الفوهة بتاعت الفرن دي الفرن اهي بالطريقة دي وانت خدت الالكترودات مع الروف بعيد. اذا دلوقتي خلاص بقت الفوهة او يعني فتحة الفرن مفتوحة. بتجيب الباسكت هنا الكرين اوبريتور بيجيب الباسكت وبتبتدي يفتح. واخدين بالكم بتنزل الخردة هنا زي ما احنا اتفقنا. وبعدين ثالث حاجة مباشرة بعد ما تحط الخردة بتبعد. موضوع تعمل عملية السوينج اوت الراح الحاجة الثالثة مباشرة تعمل عملية التشارجنج. كلمة التشارجنج يقصد بها الديس تشارجنج اوف سكراب انسايد الكتريك ارك فيرنس. ان انت تفتح عشان تنزل الخردة دي جوه الفرن. رابع حاجة تعمل سوينج باك ان انت ترجع تاني الروف مع الالكترودات. بعدين خامس حاجة تعمل موف داون وبعدين تبدأ عملية الاركينج. تمام؟ ادي الخطوات بتاعت التشارجنج. اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ كلمة السكراب تشارجنج كل القصة اللي انا بقولها لك دي يجب الا تتجاوز عن 3 من الراجل. عملية الدروب داون دي او موف داون وعملية سوينج باك موفينج داون خلينا في القصة دي هنا. الخطوة دي المفروض كل الخطوات دي ماكسيمم 3 مينيت. لو واحد عمل بريك داون للقصة دي انا زي ما انا كاتبها كده روف ريزد اند الكترود سوينج اوت تشارجنج ان انت تنزل الخردة في الفرن سوينج باك موفينج داون للروف وبعدين تبدا موضوع الاركينج. لغايه هنا المفروض القصه دي لا تتجاوز 3 دقائق. طب ازاي تيجي ان هي بقى لازم الكرين واقف صح في المكان المظبوط فلازم يعمل بوزيشننج او عمليه ماركينج في الستيل ستراكشر. الكرين اوبريتور يبقى عامل له ماركينج او بتاع الانتاج عامل له ماركينج هيقف كل مره هنا عشان تبقى دي متظبطه اكزاكتلي اوفر ذا فيرنس. وبعدين عملت السوينج اوت دي كلها حركات من حركات الفرن ستاندر محدش بيلعب فيها محدش يقدر يلعب فيها ولا يزودها ولا ينقصها. سوينج اوت او عمليه السوينج باك او عمليه كل ده ثابت. فدي عمليه السكراب تشارجنج. طيب تعال نخش على عمليه الميلتنج ودي بقى العمليه الثانيه دي اخطر عمليه او هي ديت الكور بتاع العمليه الانتاجيه. تمام؟ تعال نشوف عملية الميلتنج. انت نزلت الخردة جوه الفرن وقفلت عليه. هتبدأ العملية الأساسية العملية الكبرى أو أهم عملية في العملية الإنتاجية عملية الميلتنج. عملية الميلتنج بتبدأ بإن أنت تنزل بالإلكترودات. رقم واحد إن أنت تنزل بالإلكترود عشان تبدأ عملية الأركينج. اولا لازم هتختار هنا ميديم فولتج اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في موضوع الكهرباء بتاعت الفرن اللي سميناها يعني السيوتابل تاب. خلاص بالتاب تشينجر معروفة في الاي والفي تقدر انت تطبق مباشرة تطلع الميديم تشارج. الميديم تشارج ليه؟ لان انت مش عايز كمية كهرباء كبيرة في الاول عشان ما تدمر لكش للروف لان الخردة بتبقى في الغالب واصلة للروف. يبقى انت عاوز تنزل بالراحة يبقى تستخدم ميديم فولتج عشان في الاخر تديك البور ان
الكور ان اللي احنا سميناها الكترود بنتريشن، تبقى تتم سموثلي، ما تبقاش الالكترود ما يتكسرش، ما يحصل لكش مشكلة، واخد بالك؟ والكهرباء طبعا او الطاقة اللي طالعة ما تعملش مشكلة في الروف ولا في السايد وول، في البانلز الموجودة في السايد وول. طبعا هنا في ملاحظات، اولا تخلي بالك منها، محدش يتخض من موضوع الارك فويس او النويز، ففي ده العملية دي بتبقى very erratic كمان انستيبل، ففي عملية فلكتويشن واخدين بالكم ان اي في الكهرباء بتاعت الفرن ان جنرال، فبتبقى فيري اريتك، بيبقى صوت عالي جدا وانستيبل طبعا كونديشن، وانت في الاخر لازم هتتعرض، ده لازم هتتعرض له، هتخلي بالك ان ده ما تخدش في موضوع النويز ولا حاجه. لكن بعد شويه، بعد ما تعدي 3 4 دقايق، الصوت نفسه بيقل ويهدى، ويبدا بقى موضوع بعد القصه دي، تبدا موضوع الثانيه، الخطوه الثانيه اللي هي مباشره الهاي فولتج. الهاي فولتج يبقى انت محتاج هنا كلو فولتج ميديم باور، زي ما احنا قلنا ميديم باور، وفي القصة دي في الغالب بيبقى حوالي 15% من الخردة المشحونة بتسيح في أول خبطة كده، في أول بداية الأركينج بتبدأ حوالي 15% من الخردة تسيح، تسمح بموضوع البنتريشن اللي تحت. يبقى الإلكترود بقى في الحالة دي عبارة عن كده، إيه اللي حامل الإلكترود وإيه اللي حامل البانل اللي موجودة هنا، أو الحامل اللي بانل هنا، اللي حامل البانل هنا حوالين الإلكترود زي ما اتفقنا، بيبقى موجود مولتن بول او كده حوالين الالكترود بالطريقه دي، لكن ما زالت الخرده هنا زي ما هي كده، واخدين بالكم؟ فاللي حامل سايد وول هي الخرده نفسها في البدايه، فالبروتكشن في الاول جاي من هنا، جاي من حمايه الخرده لسه ما سحتش، لكن انت بتنزل بتكون بول حوالين او حول الالكترود اتسلف، واخدين بالكم؟ وزي ما قلنا هنا في 15% من الخردة هو اللي بيسيح فقط لا غير، بعد شوية بتزيد بعد تطبيق الهاي فولتج. طبعا بعد ما بتحط الالكترود وتنزل بيه، المفروض ما فيش حاجة مفاجآت ما تبقاش موجودة، الالكترود بيبقى يتهز بفايبريشن عالي جدا، الصوت عالي جدا، واخدين بالكم؟ محدش يتخض من القصة دي على الاطلاق. محدش طبعا بيسلم تماما من موضوع كاس الالكترودات والمفاجآت. احنا من ضمن الاحصائيات اللي احنا بنشوفها تقريبا من 2 ل 3 الكترود بريك بيتكسروا each month، كل شهر الاحصائيه دي موجوده والاحصائيه صحيحه مهما انت عامل في بعض الاحيان، لكن بيحصل الالكترودات بتتكسر. بعد كده تطبيق الهاي فولتج، الهاي فولتج هتبتدي تزود الفولت او تختار سيتابل تاب مره تاني بس مع هاي فولتج. هاي فولتج يعني الفي عاليه، الفولت عالي، وبالتالي انت محتاج تحط فولت عالي تبقى تدي اكتر كميه من الطاقه تدخل، يبقى عاوز تزود انكريز باور كونسامشن او باور انبوت جوه الفرن، لان دي هي اللي مرتبطه بالميلتنج ريت. محدش ينسى زي ما قلنا، لو كان عمليه الشحن مظبوطه يبقى تتوقع حاجتين مهمين جدا اللي احنا بنحققهم من القصه دي، جود كيمستري، جود ستيل كيمستري، دي حاجه يعني ما حدش حل لك مشكله فيها فوسفور فيها كبريت فيها الحاجات دي، وكمان جود او اكسلنت ميلتنج كونديشن، يبقى انت لو عامل الخطوه اللي فوق دي صح، تتوقع ان الخطوتين دول هيتموا مظبوط بدون اي سربرايز.
فانت بتزود الميلتنج ريت لان هتقدر تحصل في النهايه الى جود كيمستري وجود ميلتنج كونديشن، تمام، بدون اي مفاجات. فانت تزود الاركنج بما فيش مشكله وتبتدي تشتغل في موضوع الموضوع الميل داون، تمام. طبعا ما زالت ما تقدرش تستخدم الاكسجين في المراحل الاولانيه من عمر الصبه الا اذا انت كنت شغال بهوت هيل، غير كده لا، بتنتظر مباشره لغايه ما يحصل. طبعا انت بتكرر القصه دي، موضوع الشح بعد ما يحصل هنا كومبليت ميلت داون، بعد ما يحصل كومبليت ميلت داون ويحصل ان الاريتنج دي اختفت، يعني ده الفلكتويشن دي بقت مفيش، الاستابيليتي بقى هنا الشكل الى حد كبير او الصوت بقى لو نويز وبقى ستيبل، تقدر انت تزود اكتر واكتر في موضوع الطاقه المضخوخه لغايه ما يحصل فلاتنينج للستيل باس. يعني الستيل باس بدل ما هو في الفرن بيبقى كده، يعني الفرن بيبقى كده ولسه الخرده بتبقى حتت كده جنبك هنا لغايه ما توصل الى الحاله دي، يحصل فلاتنينج كده بالطريقه دي، يبقى ده السلاب وده الستيل باس، ستيل باس، تمام. اول ما حصل وصلت الى حاله الفلاتنينج تقدر انت تشحن الباسكت الثانيه وتكرر نفس الموضوع في الباسكت الثالثه. خلينا نتكلم نشوف ايه انواع موضوع الميلتنج ده وبيتم ازاي في موضوع البراكتس اللي احنا بنشتغل عليه.